Bismillahirrahmanirrahim. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العظيم.